نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. الأفضل معنا أسطورة من أساطير كرة القدم الإيرانية مهدي مهدافيكيا، اللاعب الذي كان ضمن الملحمة التي صنعها الإيرانيون في مونديال 1998 أمام المنتخب الأمريكي لما فازوا عليه بثنائية لهدف. سعداء جدا بتواجدك معنا اليوم. شكرا جزيلا. في البداية قطر تلقت الكثير من الانتقادات قبل وخلال الدورة. أنت هنا وتعيش هذا المونديال عن قرب، فما هو رأيك في الجو العام والتنظيم؟ سبق وزرت قطر في الكثير من الأحيان، وهذه المرة أنا هنا أيضا، وأستطيع التأكيد على أن التنظيم رائع والأجواء مميزة، وأؤكد أن مونديال قطر واحد من أحسن كؤوس العالم عبر التاريخ. ما رأيك في مستوى المنتخبات في هذا المونديال إلى غاية الآن؟ البعض من اللاعبين المشاركين في هذه الدورة يلعبون كأس العالم للمرة الأولى في الشتاء، وقد خاضوا سلفا الكثير من المباريات منذ انطلاق الموسم مع أنديتهم ومنتخباتهم، ولكن المستوى على العموم جيد. فقد شاهدنا منتخبات تتألق مثل الأرجنتين، وهذه كأس العالم بطبيعة الحال المستوى فيها يكون عاليا. شاهدنا كيف خرجت البرازيل التي كانت من أبرز المرشحين، والبرتغال وكرواتيا والعديد من المنتخبات المرشحة. ما جعل هذا المونديال مونديال مفاجآت، أليس كذلك؟ صحيح، منتخبات كبرى غادرت الدورة مثل البرازيل والبرتغال وألمانيا، وفي المقابل هناك منتخبات صنعت المفاجأة، إنهم يلعبون بقتالية وكفريق متماسك. ما أكثر شيء فاجأك في هذا المونديال؟ فوز السعودية على الأرجنتين وإقصاء إسبانيا والبرتغال، وهذه حسب رأيي أكبر المفاجآت. والمفاجأة الأخرى الجميلة هي أن ميسي في أعلى مستوياته، ما يجعلني أتطلع إلى ما سيقدمه في النهائي. بالحديث عن ميسي الذي يقدم أداء قويا، هل تعتقد أنه سيعود للأرجنتين بكأس العالم هذه المرة؟ أعتقد أن ميسي يريد التتويج بهذه الكأس بأي ثمن، ويرغب أيضا في أن يكون مثل دييغو مارادونا، كما أن رفقاءه كلهم يساندونه، وأنا أيضا أعتقد أنه سيحقق اللقب. لكن البعض يعتقد أن مبابي يقدم أداء أفضل من ميسي في هذا المونديال، ما رأيك؟ بالنسبة لمبابي هو لاعب خارق للعادة أيضا، ولا زال شابا في مقتبل العمر، ورغم ذلك سبق له التتويج بكأس العالم، ولكن هذه المرة أعتقد أن ميسي أفضل منه. من الأفضل، ميسي أو مارادونا؟ عندما كنت لاعبا شابا كنت من عشاق مارادونا، لذلك أعتقد أنه لا يمكننا أن نقارن بين اللاعبين. في الأخير أتمنى أن يتوج ميسي. بما أنك لعبت في ألمانيا كثيرا، فسأسألك عن رأيك في الحركة التي قام بها لاعبون الألمان في أول لقاء. أعتقد أن اللاعبين الألمان ارتكبوا خطأ فادحا بمحاولة تمرير رسائل لا علاقة لها بكرة القدم في مباراة كرة القدم. كان عليهم أن يركزوا على كأس العالم أكثر حتى يحققوا شيئا ما. ما فعلوه تسبب في إحراجهم وخروجهم من الدور الأول. شكرا. ملك نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة.